عموما قطار العبادة هذا لن يتوقف وسيستمر، لأنه بالنسبة للكثيرين مصدر دخل ومصدر رزق، وما فيش واحد يقطع رزقه. مثل ما أكلونا ونهبونا باسم شعارات الوحدة، في ناس بيأكلوا باسم شعارات الانفصال، وناس يأكلوا باسم الدين، وناس يأكلوا باسم الوطنية. كل هذا أبواب رزق لأصحابها يستغلوها. أما بالنسبة للمواطنين فلا تهمهم المسميات ولا الشعارات هذه، ولا تهم حتى شكل الدولة، يهم ما ستقدم له الدولة وماذا تخدمه، هذا هم المواطن. يريد يمن اتحادي موحد أو دولة مستغلة في الجنوب؟ الشيء أمن استقرار رواتب بس، لنا 5 شهور 4 شهور بدون رواتب بدون شيء. الحالة الأمنية مش مستقرة، الحالة الاقتصادية مش مستقرة، الواحد يعني صار يخاف. يعني في ناس، والحمد لله الحالة مستقرة، بس في ناس ما تقدر يعني يلا يعني بالقصد تشتري يعني محتاجاتها الشخصية، فتملك كيف؟ أهم شيء يكون بلاد تمام، كهرباء شغال، أمور طيبة، ما فيش دم، نعيش بسلام وأمان، أهم حاجة ده. والله مهمنا الشيء، كلنا يعني واحد يعني. أهم حاجة، أهم عنصر هو وجود الأمن والأمان. يعني أنت بالنسبة لك أهم شيء يكون في أمن وأمان؟ نعم. ومش مشكلة. نعم. أهم شيء إنه يكون أمن واستقرار في وطننا بس. يوظفوا الناس، ما يجلسوهمش بيوتهم. يا كم شخص معه شهادة داخل بيته تحصله مهندس، شخص دارس تحصله جنان من بعد انه تخرج تمام، يكون ذكي يدخل انه داخل البيت. هذه مطالب الناس واحتياجاتهم وهمومهم، وهؤلاء ناس من عدن نفسه. اما بالنسبه للوحده، من وجهه نظري انا اعتقد ان المنجز الوحيد اللي حققناه ونفاخر به الشمالي والجنوبي امام الدول الاخرى، لا معنا اقتصاد ولا تنميه ولا عملنا حاجه، معنا الوحده، هذا ان احنا توحدنا. ولكن لاننا فشلنا في اداره الدوله، فهو لا بينفع وحده ولا انفصال ما دامت العقول هي نفسها.